برحب بالكل بدرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية على قناة لوجيك دوت. أنا شربل، وهالفيديو هو النص التطبيقي الأول للمستوى A1. قبل ما أعرض النص عليكم، ملاحظتين. الأولى، بذكر إنه في 2 بلاي ليست. الأولى بعنوان قواعد اللغة الإنجليزية A1، فيها شرح للقواعد كما يدل العنوان، والثانية بعنوان English Vocabulary، اللي فيها إذا بدنا مثل قاموس على شكل فيديوهات أو مجموعة مصطلحات. أنا رح أشير باستمرار لهالفيديوهات بحالتين. الحالة الأولى هي لما يمرق تطبيق قاعدة لحتى أطلب تشوفوا الشرح الكامل المفصل، والحالة الثانية هي لما تمرق كلمة جديدة، ساعتها رح أطلب تشوفوا فيديو فيها الكلمة مع مجموعة كلمات من نفس الحقل المعجمي. ثانيا، الهدف من دروس النصوص التطبيقية هو التدريب على مهارات القراءة وليس الاستماع. لها السبب انتو ما رح تسمعوا النص، ورح احط بداله موسيقى ما علي حقوق النشر. بعد ما قلت هالشي، اليكم النص مع هدية انكم ترتاحوا من صوتي لمدة دقيقتين. اوكي، رح اترك النص هون ورح احط كم سؤال مع شوية وقت بدي تجربوا خلاله تختاروا الإجابة الصحيحة. هلا خلينا ناخد النص جملة جملة ونحلله. ناخد الجملة الأولى. I هو ضمير شخصي أو personal pronoun بحالة فاعل وبيعني أنا. الأبوستروفي أم اللي هي اختصار ل أم هي تصريف الفعل to be بالpresent simple أو الحاضر البسيط مع الضمير I أو أنا. الفعل to be نفسه بيعني فعل الكينونة، يعني ترجمته أكون أو يكون، وهو فعل مساعد. going to عبارة تستخدم لبناء مستقبل أفعال، going وحده الذهاب و to إلى، لكن مع بعض وبعد فعل to be بيعنوا سوف. tell
هو فعل الإخبار أو الإبلاغ، لأنه جاي بعد going to هو بالمستقبل، ولأنه going to تابع للضمير I الذي سيخبر هو أنا. You هو objective personal pronoun أو ضمير شخصي بصيغة مفعول به، والضمير تبعه هو المخاطب، يعني أنت، أنتم، أنتما، أنتن، أنت. About تعني عن. My ضمير ملكية ل I أو أنا، يعني يا الملكية. Family يعني عائلة و أو أسرة. طيب خلينا نرجع نحط موسيقى ونترجم هالجملة. I أنا. I'm going to سوف. Tell you أخبركم. About عن. My family عائلتي. لكن ترجمة الجملة الكاملة أنا سوف أخبركم عن عائلتي. الجملة التالية live فعل يعني الحياة، العيش، السكن. with تعني مع. little adjective أو صفة تعني صغير. sister أخت. brother أخ. mom أم. و dad أب. and حرف العطف واو بمعنى و. ملاحظات قبل ما ترجم هالجملة. إذا لاحظتوا بهالجملة وباللي قبلها، ضمير الملكية my إجا قبل الاسم مش بعده. تاني شغلة، الصفة little إجت قبل الاسم sister كمان مش بعده. my little sister ترجمتها حرفية إلي صغيرة أخت، ولكن ترجمتها أختي الصغيرة. ملاحظة تانية، شايفين التعداد اللي هو فاصلة 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 وكلمة and. لما نشوف هالتعداد هالشي بيعني انه عم نعدد او فاعل او صفة او مفعول به، يعني كل شي عديناه بعد كلمة with اللي هي مع تابع لكلمة مع. بعد ما وضحت هالشي خليني بدل هالموسيقى وترجم. I live أنا أعيش with مع my little sister أختي الصغيرة. brother أخ هون أخي. mom أم هون أمي. and هو dad أب هون أبي. ترجمة الجملة كاملة، أنا أعيش مع أختي الصغيرة وأخي وأمي وأبي. الجملة التالية، we ضمير شخصي بحالة فاعل بيعني نحن. in في. although على الرغم من أن. grow up هي الماضي البسيط أو present simple تبع grow up اللي هو النمو. فيرونا اسم مدينة بإيطاليا. إيه هي أداة تنكير يعني تقابل التنوين بالعربي. beautiful جميل. city مدينة. the أداة تعريف مثل التعريف. north شمال. of الخاص به أو التابع لي. ملاحظات، مثل ما شفنا هون التنوين هو قبل الاسم مش بعده،
اللي هو أداة التنكير هون، وكمان لما يكون عندنا صفة أداة التعريف أو التنكير بنحطها قبل الصفة مش قبل الاسم، بنحطها مرة واحدة. الترجمة: نحن نعيش في بيروت على الرغم من أنني ربيت في فيرونا، مدينة جميلة في الشمال الإيطالي. الجملة التالية: father تعني أب، مرادف ل dad. الأبوستروفي S هي ضمير ملكية لكلمة father، يعني رح نقول بعدها شيء يملكه father. name اسم، يعني اسم. is تصريف للفعل to be، يعني المعنى يكون. بالعربي ما بنستعمله، بالإنجليزي في عطول فعل بالجمل الخبرية. بيير اسم شخص. الملاحظة هون، ممكن إضافة ضمير ملكية لأي اسم لما نحط بعده أبوستروفي إس. الترجمة: اسم أبي بيير. الجملة التالية: هي ضمير شخصي فاعل هو. أبوستروفي إس هون اختصار ل إس اللي هو تصريف to be بالحاضر. speaks يتحدث. Arabic عربي. French فرنسي. English إنجليزي. Italian إيطالي. الترجمة: هو من لبنان وهو يتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية. الجملة التالية: كمبيوتر هي كمبيوتر. انجينير مهندس. لاحظوا كيف قلبنا الترتيب، مهندس كمبيوتر صارت كمبيوتر انجينير. الترجمة: هو مهندس كمبيوتر. الجملة التالية: very جدا. tall طويل. الأبوستروفي S تبع هي هون هي اختصار ل has. هي has هو الفعل، وهو فعل الامتلاك، has فعل امتلاك وفعل مساعد. got هو الماضي الوسيط تبع get اللي بيعني الحصول أعلى. has got كلها مع بعضها تعني لديه. short قصير. black أسود. hair شعر. green أخضر. eyes عيون. الملاحظات: لاحظوا تعبير عن كمية الصفة جاية قبل الصفة مش بعدها. اللون آخر شيء بالترتيب الصفات، وبغض النظر عن الاسم مفرد أو جمع الصفة لا تتغير، ما بتاخد جمع. الترجمة: هو طويل جدا، لديه شعر قصير أسود وعيون خضراء. الجملة التالية: mother أم، وهي مرادف لمام. جانا اسم شخص، اسم بنت. إيطاليان من إيطاليا. الترجمة: اسم أمي جانا هي إيطالية. الجملة التالية: أول أبوستروفي إس هي اختصار ل إز الفعل to be. كوايت ترجمة ل نوعا ما. تاني أبوستروفي إس هي اختصار ل has. long طويل. brown بني. لاحظوا كيف أوقات أبوستروفي إس هي إز، أوقات هي هاز، نعرف أي وحدة من سياق الجملة. الترجمة: هي قصيرة نوعا ما ولديها شعر بني طويل وعيون بنية. الجملة التالية:
works تعمل as مثل أو ك dentist طبيب أسنان أو طبيبة أسنان opposite مقابل our هو ضمير الملكية تبع وي أو تبع نحن يعني نا house منزل. ترجمة الجملة هي تعمل كطبيبة أسنان مقابل منزلنا. الجملة التالية كان هو تصريف الفعل كان بالحاضر نفسه وهو الاستطاعة French فرنسي تو تعني أيضا. منلاحظ الفعل كان ما بياخد اس مع شي بالحاضر وبعده في فعل. هون الفعل هو speak تحدث. الترجمة هي تستطيع تحدث الفرنسية أيضا. الجملة التالية both تعني كل من وتستخدم مع غرضين أو شخصين. siblings إخوة are تصريف to be still ما زال school مدرسة. الملاحظة عبارة are still تعني ما زالوا. لاحظوا كيف هون قلنا يكونون ما زال كترجمة. الترجمة كلا إخوتي ما زالوا في المدرسة. يمكن تكون غلط كلغة بالعربي ولكن مهم المعنى. الجملة التالية روبرتو اسم علم اسم شخص يعني years سنوات old تعني عجوز فرانشيسكا اسم شخص اسم علم only فقط. لاحظوا كيف منعبر عن العمر. الفعل to be بعده رقم العمر بعده years old كأنه عم قول روبرتو هو 12 سنة عجوز صار له 12 سنة عجوز. الأرقام 12 هي 12 بالإنجليزي و5 هي 5. منلاحظ كمان إنه لما ذكرنا years old أول مرة ما في داعي نذكرها مرة تانية قريب منها لأنه مفهومة جملة. ترجمة الجملة أخي روبرتو عمره 12 سنة وأختي فرانشيسكا عمرها 5. الدروس اللي مرق معنا تطبيقها بهالنص الضمائر الشخصية والفعل to be والأفعال بالحاضر البسيط بالدرس الأول، ضمائر الملكية من الدرس الرابع، الصفات من الدرس الخامس، ظروف المكان من الدرس الرابع عشر، وكم مصطلحات أخذنا، العائلة، الأرقام، الألوان. بالنسبة للأسئلة حول النص رح خصص فيديو جاوب فيه على كل التمارين اللي رح تمرق معنا بقية الدروس. وهيك بيكون انتهى درس اليوم. شكرا على المتابعة وبتمنى تكونوا استفدتوا. إذا عم بقدر سهل تعلم اللغة عليكم بتمنى منكم لايك للفيديو، تشاركوا مع اللي بيهمه، وبالتعليقات تحطوا لي أي شيء بيعجبكم. تابعوا لوجيك دوت على السوشيال ميديا، تابعونا على باتريون، اشتركوا بالقناة، وأنا بلاقيكم مرة الجاية. باي.